أهلا بكم. تتسابق قوى العملية السياسية على رفع الشعارات الكبيرة وتكرار الوعود ذاتها مع كل انتخابات برلمانية جديدة في العراق، وأبرز هذه الوعود هي تلك المرتبطة بعودة النازحين والمهجرين وإعادة إعمار المدن والمحافظات المنكوبة والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسريا وصولا وإطلاق طبعا فرص العمل ومعالجة أوضاع جيوش الأرامل والأيتام. هذه الشعارات والوعود نفسها التي رفعتها الكتل والتيارات ذاتها في كل الانتخابات التي شهدها العراق منذ العام 2003 وحتى اللحظة، ولم يتحقق منها أي شيء. ويقول المراقبون أن تحقيق هذه الشعارات يتطلب قوة وسيطرة على الأرض وإمساك ملفات سياسية وأمنية ومالية وإدارية، بينما الواقع يقول أن هذه السيطرة ما زالت للميليشيات وفرق الموت وليس للدولة العراقية، وبالتالي ستبقى هذه الوعود مجرد شعارات انتخابية لكسب أصوات الناخبين إن وجد ناخبون أصلا. جدية وحقيقة الشعارات والوعود التي تقدمها الطبقة السياسية في حملاتها الترويجية قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية القادمة وتعاطي الرأي العام في العراق معها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ستختلف الانتخابات البرلمانية القادمة عن سابقاتها من الانتخابات التي عرفها العراق في حقبة العملية السياسية الفاسدة؟ وما حقيقة الشعارات والوعود الكبيرة والمكررة التي تتحدث عنها قوى العملية السياسية في سياق دعاياتها الانتخابية؟ وهل ثمة مصداقية ونزاهة للانتخابات الجديدة في ظل سطو سلاح الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة؟ وهل تسجيل هذا العدد الكبير من الأحزاب والتيارات السياسية التي تريد خوض غمار الانتخابات البرلمانية القادمة يدل على وجود ديمقراطية حقيقية في العراق؟ وهل إعلان بعض قوى العملية السياسية الانسحاب من السباق الانتخابي سيغير شيئا في المشهد القاتم في العراق؟ ضيف طاولة ثامر العلواني قحطان الخفاجي. من استبداد الرجل الواحد هي مظلة الاستبداد التي تعمل تحتها عشرات الجهات المستبدة الفاسدة. يبدو التنوع الحزبي شكلا ديمقراطيا، لكن عندما يكون هذا التنوع أغصانا لشجرة واحدة فإنه يجمع مع غياب الديمقراطية كثرة الفاسدين وازدحام المتصارعين في الحلبة السياسية. هذا ما يوصف به عراق اليوم من كثرة الأحزاب والكتل وظهورها على الساحة كلما اقترب موعد الانتخابات، حيث يتبادل اللاعبون مواقعهم من حزب إلى آخر، وربما يأذنون بدخول لاعبين جدد تحت رعايتهم، وبذات الوقت يتفننون في كتابة الشعارات وإطلاق الوعود التي تصبح هباء بعد انتهاء الانتخابات. وبما أن الانتخابات في العراق أصبحت على الأبواب، بدأت الدعايات الحزبية في الظهور، فهذا يستثمر في مأساة النازحين، والآخر يتذكر أن في العراق مناطق منكوبة ومعتقلين، وغيره يتاجر بدماء شهداء التظاهرات، وللمفارقة يكون بنفس الوقت متحالفاً مع قاتليهم من زعماء الميليشيات. وقد تبتكر أساليب جديدة للدعاية الانتخابية، كأن يظهر أحدهم زهده في الحياة السياسية وعزوفه عن الانتخابات، كما فعل مقتدى الصدر الذي سجل أرقاماً قياسية بكثرة إعلاناته بترك السياسة وعودته إليها بعد ذلك. الشعب العراقي لا يدرك فقط بل يعي تماماً مسرحية الانتخابات، ولذلك قاطعها بالأغلبية عام 2018، أي قبل ثورة تشرين. فكيف ستكون مقاطعته ما بعد الثورة وقد ازداد معرفة بكذبة الحياة السياسية الحالية؟ أفضل ما يصف السباق الانتخابي بين الجهات النافذة في العملية السياسية أنها تشبه تماماً رجلاً يسابق ظله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في جدية وحقيقة الوعود والشعارات التي ترفعها
الحق والعملية السياسية المتنافسة لخوض الانتخابات القادمة في شهر تشرين أول القادم، وأيضا مدى تعاطي الرأي العام في العراق مع هذه الوعود والشعارات. ضيوف الطاولة: الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كلاهما عبر سكايب. فأهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. حياكم الله. اهلا وسهلا. نبدا مع دكتور ثامر العلواني في عمان. دكتور، الان الانتخابات على الابواب، انتخابات البرلمانيه المبكره من المقرر ان تجرى في شهر تشرين اول المقبل، وتستعد طبعا مئات من التيارات والاحزاب لخوض هذه الانتخابات. بما تختلف هذه المره الحملات الانتخابية أو الترويجية لقوى العملية السياسية لناحية الشعارات ولناحية الوعود الكبيرة، وأيضا في ظل واقع شبه منهار في العراق، بما تختلف هذه الانتخابات لناحية الشعارات والوعود؟ حياكم الله أخي الكريم، تحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهديك الأكارم. أهلا وسهلا. الانتخابات القادمة طبعا في حال إقامتها في شهر 10 قطعا هي محكوم عليها بالفشل المطلق، ولا يرجى منها أي خير، بل متوقع أنها ستكون أكثر وبالا وقسوة على الشعب العراقي، وهي لا تختلف عن سابقاتها من حيث إقامتها ومن حيث مخرجاتها. من حيث إقامتها هي ستقام في أجواء سيئة، في أجواء يفقد فيه الأمن، مفقود فيه الاستقرار، لا تختلف عن انتخابات السابقة من حيث أنه إقامتها في ظل تهجير عشرات المدن والمناطق السنية، بل أضف إلى ذلك تهجير مناطق اليزيدية ومناطق المسيحيين، كلهم هجروا من أهلها وإلى الآن لم يرجعوا ولم يسمح لهم بالرجوع إلى مناطقهم. ولا تختلف أيضا من حيث أن إجراءها في ظل استهداف الناشطين، تغييب الأبرياء، أيضا لا تختلف من حيث أنها الاستعداد الحزبي والميليشياوي لممارسة أكبر عملية تزوير يمكن أن يتخيلها عاقل، وأيضا لا تختلف من ناحية أنه سيستخدم فيها السلاح، لغة التهديد، في فرض انتخاب مرشحين عينين. أيضا لا تختلف من حيث أنها ستشهد أكبر عملية رشوة وابتزاز للناخبين والشعب العراقي. أيضا هناك جانب مهم، هي لن تختلف أيضا من عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في هذه الانتخابات، لأن الشعب العراقي يعلم تماما أن الانتخابات فاشلة بقيمتها ولن تأتي بجديد. وأيضا لن تختلف بتصريحات السياسيين التافهة الداعية إلى التخندق الطائفي، إلى التخندق العرقي، وأضف إلى ذلك العشائري والمناطقي. ولن تختلف أيضا بفرض أصحاب الأفكار السطحية واختيار أو فرض عدم الكفاءة، لأن هدف المرشحين سيكون ليس العراق وليس خدمة الشعب العراقي أبدا، وإنما هو سرقة الشعب العراقي وضياع البلاد. أيضا لن تختلف من الناحية التركيبية الأساسية للمحاصصة الطائفية والحزبية للبرلمان، أحزاب المتسلط منذ 2003 وإلى اليوم هي من تستحوذ على المشهد السياسي، ولكن الفارق الذي سنشهده هذه المرة هو أن نسبة التمثيل الميليشياوي سيكون أكبر، وستأخذ حصص ومقاعد من الأحزاب الضعيفة إلى مصلحة الميليشيات والنفوذ الميليشياوي من أجل أن تكتمل ويكتمل المشهد في العراق. لماذا حصة الميليشيات في البرلمان وفي هذه الانتخابات ستكون الأكبر هذه المرة، تختلف عن سابقاتها؟ لماذا؟ لأن الميليشيات هي الآن من تسيطر على الأرض، على كل مناطق العراق. ليس هناك دولة، ليس هناك جيش، ليس هناك أمن، الذي يفرض السيطرة على الأرض في العراق هي الميليشيات. ستكون أقرب على المراكز الانتخابية، وهي ستهدد، ستقوم بالتهديد وفرض الأشخاص الذين يجب انتخابهم، لأن الناس يخشون ويخافون من أن لا يرشح هذا الشخص. أضف إلى ذلك أن الصناديق ستكون بالكامل هي تحت سيطرتهم، ولكن هذه المرة ستغتصب الميليشيات كثير من مقاعد البرلمان، وستصبح الآمر الناهي بالعراق بكل شيء في العراق،
وهذا يستلزم أن هذا الضغط. لكن دكتور الحكومة الآن بصدد توجيه دعوات إلى الدول، إلى الهيئات، إلى المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات ومراقبة سير العملية الانتخابية، وهذا طبعا يعني هناك من يتحدث أنه هذا الأمر سيضيق ويقلص عملية التزوير إلى أدنى حد. ابدا هذا الكلام غير واقعي، لاننا نعلم ان الصناديق من سيحرسها. لو افترضنا جدلا ان عمليه الانتخاب ستكون فيها نوع من الحريه، وان المواطن العراقي سيختار الشخص الذي يراه مناسب، ولكن اين ستذهب الصناديق؟ هل سيجعل افراز الصناديق امام هذه اللجان؟ هل سيوضع امام كل لجنه انتخابيه قاضي يتابع هذه العملية، أم أن العملية ستكون كلها تحت سيطرة الميليشيات، وبالتالي من يأخذ الصناديق وتفرز في أماكن معينة محددة؟ وهل يعلم هؤلاء المنظمات الدولية أن الصناديق ممكن أن تبدل وهي في طريقها إلى المراكز؟ إذن بالتالي العراق مقدم على أيام صعبة مأساوية، أيام نعوذ بالله منها، في حال أن الانتخابات القادمة استمرت على هذا النحو وفي ظل العملية السياسية. أشكرك على ذكر الأيام القادمة. دكتور قحطان الخفاجي، أولا مساء الخير. مساء الخيرات والبركات، حياك الله. أشكرك دكتور. هذه المرة هناك من يتحدث طبعا أنه هذه المرة الشعارات والوعود يجب أن تكون حقيقية وجدية، ويعني يجب أن تذهب إلى الواقع، يجب أن تترجم إلى واقع، لأن العراق الحقيقة الآن على مفترق طرق. إذا هذه الوعود والشعارات لم تنفذ يعني كلها أو قسم منها، البلد الآن على كف عفريت. هذه المرة مختلفة، الطبقة السياسية ليس أمامها إلا أن تراجع نفسها، أن تتوقف مليا أمام هذه اللحظة التاريخية. لذلك هذه الوعود التي تطلق الآن يعني لها قدر كبير من الترجمة العملية، هكذا يقول أنصار العملية السياسية أو المؤمنون بها. حياك الله مرة ثانية، وحيا ضيفك وحيا الجمهور الكريم. أهلا دكتور. أكرر، نعم، هذه أقاويل يطلقها أصحاب العملية السياسية الذين يرون أن فيها سببا لبقائهم، وبالتالي نحن لا نعول على كلامهم، وذلك لأن التجربة أكدت على أن ما يقولونه في واد وما يقومون به في واد آخر. 18 سنة أو 19 سنة أكدت أن هؤلاء لن يأتوا لكي يقدموا شيئا للعراق، ولم يسعوا حقا لتقديم شيئا للعراق، وأن ظرفا ما قد حال دون ذلك، ولكن في الواقع الحال هم فاسدون، هم تابعون، هم في نيتهم وفي عملهم أن يكون العراق جزء من صيرورة خارجية أكثر من يكون عراقا بلدا مستقلا حرا. وبالتالي نحن الآن أمام حالة هي أن الذين جربوا وثبت فشلهم وفسادهم، وهم جزء من الأسباب الموجعة التي أدت إلى الحالة العراقية، هم الآن يحاولون أن يكرروا أنفسهم، وبالتالي من أين لنا أن نضمن أن هناك شيئا إيجابيا سيتحقق؟ على ذلك كما تفضل أستاذي الفاضل قبل قليل أن هناك شيء جديد في العملية يزيدها سوءا، وهو تحكم الميليشيات في الشارع العراقي وفي القوى السياسية ومؤسسات الدولة. إذن نحن أمام تجربة فاشلة، زائدا آلية جديدة هي فاسدة، وهي تابعة لأجندات خارجية بصورة واضحة لا تحتاج إلى لبس. وبالتالي أنا لا أتوقع أن يكون هناك عاقل يتوقع أن في العملية الانتخابية القادمة، أملا هذا إذا جرت العملية الانتخابية أساسا، فهناك آراء كثيرة. أنا اتصل بي قبل ساعات أحد مسؤولين العاملين الآن في العملية السياسية، وقال لي أنك يا دكتور قد قرأت الأمور بقراءة صحيحة، وليت لنا مثلكم مثل أمثالك. أجبته في العراق كثيرون أمثالي وأفضل مني، ولكنكم أنتم تتحكمون بالشأن العراقي، لا تقرون الأمور صحيحة،
تقرؤها خاطئا، وبالتالي العملية دكتور السياسية. دكتور ما هي المؤشرات؟ اسمعني دكتور، طبعا هناك حديث يعني حديث كثير عن قضية أنه من الممكن الانتخابات لا تجرى، ما هي مؤشراتك أنت على أنه هذه الانتخابات من المحتمل ألا تجرى في وقتها؟ أولا المجاميع القائمة بالعملية السياسية بينهم خلاف كبير جدا جدا، وأن أظهروا بعض التوافقات الظاهرية. اثنين، حجم التدخلات الخارجية بشأن الدولة العراقية والانتخابات اتسع كثيرا. ثلاثة، حجم فاعلية الفصائل المسلحة التي آذت حتى الذين هم جزء من العملية السياسية وحتى يملكون ميليشيات شكل بآخر. وأنا أرى أن انسحاب الصدر ثم انسحاب حزب الشيوعي يؤكد على أن هؤلاء هم مارسوا ما يسمى فكرة القفز من المركب الخاسر. هناك مركب غارق هم فيه، قفزوا منه لكي يظهروا على أنهم جزء من سيارة إصلاحية تعديلية. أشكرك دكتور، ما دمت أنت أثرت هذه النقطة، كانت هذه النقطة الحقيقة عندي مؤجلة. طيب ما دام أنت أثرتها خلنا نستثمرها، هل تتوقع أن تقفز أيضا كتل وتيارات سياسية كما سميت قفز من مركب العملية السياسية بعد بلوغنا هذه المرحلة، هذا المأزق الكبير الذي لا مخرج منه عمره 18 سنة، تتوقع تيارات أخرى رئيسية بالعملية السياسية تحذو حذو التيار الصدري والحزب الشيوعي؟ لا أعتقد أنه جماعات الرئيسية تحذو حذوها، لأن هؤلاء ليسوا إلا جزء من سيارة خارجية بصورة أكثر فاعلية أو أكثر دالة من الذين قفزوا بالأمس. وأتوقع أن مثلا على سبيل المثال الأكراد يستحيل أن يقفزوا، فهم الذين وضعوا الآلية الخاطئة وساهموا في هذا الترتيب الخاطئ، وهم الآن ينعمون بدولة بمعنى الكلمة باستثناء أن تكون دولة معلنة. والأحزاب التي تمتلك ميليشيات فعالة والتي ترتبط بإيران والتي أعلنت ذلك صراحة لا يمكن أن تخرج من العملية، لأن الصراع الآتي هو صراع بين أمريكا وإيران، وبالتالي إيران جزء من آليتها في إدارة العراق هو عن طريق الفصائل المؤيدة الموالية لها التي تمتلك السلطة. وأعتقد هذه المجاميع التي خرجت أدركت إلى أن الجانب الإيراني سيكون له دور فاعل أكثر في إدارة الدولة، لذلك هم هربوا بالاتجاه الآخر. إذن أنا لا أتوقع أن سينسحب الكتل الفاعلة القوية كجماعة مثلا مالكي أو دعوة أو هادي عامر، لا ينسحبون هؤلاء ولا الأكراد، لكن قد ينسحب بعض المجاميع التي اجتهدت ودخلت. وقد ينسحب هؤلاء الذين التحقوا باسم الانتفاضة في العملية السياسية، قد ينسحبون لكي يؤكدون على أنهم مستقلون. أشكرك دكتور ثامر. الحقيقة شركاء العملية السياسية من الأحزاب والتيارات السنية بين قوسين، هناك من يقول أن هذه التيارات الحقيقة تلعب أو ترقص على جراح سكان المحافظات المنكوبة، هذه الملفات الإنسانية، ملفات التغييب، ملفات التهجير، ملفات المطاردة، اتهامات بالإرهاب وما إلى ذلك، الحقيقة هي تديرها وتستثمر فيها وتوظفها كملفات انتخابية ولا تسعى إلى إنهائها، إغلاق هذه الملفات، إرجاع النازحين والمغيبين وما إلى ذلك. تعتقد أن سكان هذه المحافظات يدركون حقيقة هذا التلاعب بمأساتهم؟ بلا شك أن الشعب العراقي أصبح يعي تماما أن تجار العملية السياسية يتاجرون بأرواحهم، يتاجرون أقصد بأرواح الشعب العراقي، يتاجرون بقضية النازحين، يتاجرون بقضية المهجرين، يتاجرون بقضية المدن التي أجبر أهلها أو هجرتهم الميليشيات. نحن نعلم أن المناطق التي هجر أهلها جرف الصخر وعزيز بلد والمناطق الأخرى، لا يستطيع أي سياسي بين قوسين سني أن يفرض رأيه على الميليشيات. الميليشيات أصبحت اليوم في العراق هي المتحكم الرئيسي في العراق ومن ورائها إيران. فهذا ملف النازحين، ملف المهجرين المغيبين، نعم، أهلها منها هذه ليست عند السياسيين ولا تحل عند السياسيين،
وكل ما نراه هو فعلا في إطار استخدام معاناة العراقيين للمتاجرة بهم من أجل الأغراض السياسية والانتخابية. ولكن هل سينجحون؟ أبدا. الشعب العراقي أصبح يعي تماما، وأصبحت كل الأفلام التي يقوم بها أصحاب العملية السياسية مكشوفة وواضحة، ولكن في بعض الأحيان نرى مشاهد تمثيلية، مثل ما رأينا مشهد يوم أمس، مشهد جرف الصخر، مشهد واضح، مشهد سقيم. يعني الحقيقة دكتور، الحقيقة دكتور، هذا المشهد تتحدث عنه سوق على أنه منجز وعلى أنه إيفاء بوعد سابق، والوعود أو الإيفاء بوعود أخرى في الطريق. حقيقة لم أسمع مداخلتك، الصوت قطع، ولكن أنا متأكد. ممكن أعيد لك؟ ممكن أعيد دكتور إذا سمعني. سوق إعلاميا هذه المسرحية اللي سميتها مسرحية في جرف الصخر على أنه منجز كبير، على أنه إيفاء لوعد كبير، وأن هناك الكثير من الوفاء بوعود أخرى قادمة في الطريق، وما جرى في 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 جرف الصخر أول الغيث. طيب ما هو الذي فعله في جرف الصخر؟ نحن رأينا قنات الاتجاه التي تتبع للميليشيات أخذت هؤلاء الناس من شيوخ العشيرة، من أهل جرف الصخر، وأدخلتهم في المنطقة، وكل الكلام الذي كان يدار هو الثناء على الميليشيات وأنهم مسكوا البلد وطردوا الجماعات المسلحة وفقط. متى يرجعون؟ لم يتناولوا مسألة الرجوع، لم يحددوا يوم للرجوع، فكلها مشهد سقيم جدا، مشهد تمثيلي بائس جدا. ورأينا فعلا كيف أصبحت المناوشات بين السياسيين بين قوسين السنة، كيف اتهم أحدهم الآخر، وأصبح هاجم أحدهم الآخر، ليس لأنهم يعني خلينا نقول أنهم حريصون على الشعب العراقي، لا، هم فقط يسعون من خلال العملية التمثيلية ومن خلال المهاجمة فيما بينهم، هم فقط يستغلون معاناة العراقيين من أجل استغلال الأمر سياسيا انتخابيا، من أجل أن يقنعوا الشارع العراقي أن ينتخبهم، بينما الشارع العراقي الآن محبط تماما عن المشاركة في العملية الانتخابية، لأنهم يعلمون تماما أن النظام السياسي في العراق فشل ولا يستطيع أن يحقق الأمن والتنمية والاقتصاد وإدارة البلاد، لأن معلوم تماما أن الشعب العراقي يعلم أن هؤلاء الأحزاب هم جاءوا لتدمير العراق وليس لخدمة العراق. نعم. وليس لخدمة الشعب العراقي، والنظر إلى معاناتهم والتخفيف من مآسي. أشكرك دكتور. مشاهدي الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في حلقة الليلة من طاولة حوار عن جدية وحقيقة الشعارات والوعود المرفوعة في الحملات الترويجية لقوى العملية السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في شهر تشرين أول القادم. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في جدية وحقيقة وصدقية الشعارات والوعود المرفوعة في الحملات الترويجية لقوى العملية السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في شهر تشرين
أول القادم. ضيفاء الطاولة دكتور ثامر العلواني ودكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، كيف ستقنع قوى العملية السياسية الرأي العام في العراق وفي الخارج بمصداقية ونزاهة الانتخابات البرلمانية التي ستجري، والسلاح سلاح الميليشيات، وأنت أشرت إلى هذه النقطة، هو المهيمن، هو الحاكم الفعلي، صاحب الكلمة الفصل في كل مفاصل الدولة العراقية من 2003 إلى اليوم، والمجتمع الشعب العراقي أصبحت الآن مشكلته أو كانت مشكلته مع سلاح الميليشيات المنفلت والسائب الذي يهيمن على الدولة العراقية، الذي يراكم المظالم والانتهاكات. المجتمع الرأي العام يطالب بحل مشكلة السلاح المنفلت قبل أن يذهب إلى وعود كبيرة جدا تتطلب ربما جهود أخرى. كيف سيقنع الطبقة السياسية، تقنع الرأي العام في العراق وفي الخارج أن هذه الانتخابات نزيهة، مهنية، موضوعية، شريفة؟ الرأي العام العراقي في رأيي الشخصي أدرك حقيقة هذه الطغمة السياسية وهذه المجموعة السياسية، وأن أي وعد منهم ما هو إلا ضحك على الذقون. ولكن أنا أتوقع هذه المجموعة ممكن أن تقنع الذين هم تابعين لها أو الذين لهم مصالح آنية شخصية بعيدة عن الثوابت وعن الوطنية وعن القيم. هذه المجامع ممكن أن تستمع إلى حجج وتقتنع ولو شكليا بحجج القوى السياسية. أما عموم الشعب العراقي في رأيي المتواضع كمتابع وكقريب إلى ساحات الانتفاضة الشعبية أو ثورة تشرين العملاقة، هم أدركوا إلى أن العملية السياسية وشخوصها وآلياتها لابد أن تتغير، لأن لا ثقة بهم. وقد أدركوا هذه المقولة التي تقول أن لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدق من المرئ من جحر مرتين، وهناك مقولة تقول إذا خدعتني مرة فالعيب فيها، وإذا خدعتني مرتين عفوا إذا خدعتني مرة واحدة فالعيب فيها، وإذا خدعتني مرتين فالعيب فيها. فلا يمكن أن تتكرر هذه العملية. المجتمع الدولي بالمقابل أيضا أدرك أنها عملية سياسية فاشلة بتجربة سابقة وتعاطى معها بشكل وتوجس واضح، وبالتالي لا أتوقع أنه العملية السياسية ورموزها بإمكانهم أن يخدعوا الشعب العراقي مرة ثانية. لذلك نحن كمتابعين نقتنع أن هناك مقاطعة شبه كاملة تزيد على المقاطعة السابقة اللي جرت عام 18 عملية انتخابية. دكتور، في نقطة السلاح وسلاح الميليشيات، سلاح الفصائل التي تحمل السلاح، الميليشيات، فرق الموت، التنظيمات، سميها ما شئت، تقول إن هذا السلاح ليس لمزاحمة الدولة، ليس لتقويض الدولة، ليس لإهانة الدولة، هذا سلاح موجود للحفاظ على التجربة الديمقراطية حديثة العهد في العراق، للجم الإرهاب، لترسيخ الدولة. الدولة بعد 2003 أصبحت هشة، ضعيفة، الحقيقة غير مستقرة. هذا السلاح موجود وهو يحمي واحدة من مظاهر الدولة الديمقراطية أو تجلياتها، وهي الانتخابات. هذا كلام مغاير لكل منطق العام، سواء المنطق الديمقراطي أو منطق شرعية الدول أو سيادة الدولة. هذا المقاطع تماما، لا يمكن في دولة ما قوات أخرى غير تلك النظامية الرسمية للدفاع والداخلية، وإذا كان هناك ثم التشكيلات الأخرى تحتاجها الدولة قد تشكلها عند ظرف معين، ثم سرعان ما ينتهي ذلك الظرف يتم إنهاء هذا التشكيل. ولعل كل دولة بالعالم عندما تتعرض إلى هجمة كبيرة خارجية أو داخلية تعمل حتى النفير العام، وعندما يستتب الأمن تنهي هذا النفير وتعود إلى مؤسسات الدولة الأساسية العسكرية والشرطوية حتى تقوم بمهامها. هذا واحد. اثنين، واقع الحال لا يقول إن هذه قوة تابعة للدولة حقا، ولعل الذي حصل عندما داهمت مجاميع من الحشد مقرات المنطقة الغبراء وأخرجوا أحد المطلوبين للقضاء من داخل مكتب رئيس الوزراء، ووزير الوزراء الكاظمي لجأ إلى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، هذا أين السيادة كما؟ ثم وضع صورة رئيس الوزراء في الأرض وديسها بالأقدام وقطع إذنه واستعراضات خاصة بهم غير التي هذه الديمقراطية. دكتور هذه الديمقراطية،
الفوضى ماذا؟ نحن درسنا الديمقراطية هو رأي أغلبية، لن ندرس هو رأي كيفي. نعم. رأي أغلبية الجماهير. نعم. إذن ليست الأغلبية الجماهير، هاي مجامع، ثم ارتباط هذه المجامع بقوة خارجية ينهي أساسا وطنيتهم، وبالتالي هذا مغالطة كبرى مع الذات. أشكرك دكتور ثامر العلواني. الحقيقة جزء من أساليب الحملة الترويجية أو الدعائية الانتخابية لقوى العملية السياسية هو تقديم الرشا الرخيصة بين قوسين إذا صح التوصيف للناس، للمعوزين، للفقراء، للمهمشين في العشوائيات في المناطق النائية للتصويت لهذه القوى عبر تقديم رشا لها بطانية أو مدفأة أو بطل زيت أو 10,000 دينار أو 20,000 دينار. في هذه الحالة من يقبل هذا الأسلوب أو هذه الرشوة؟ ما هي المسؤولية الوطنية الشرعية الأخلاقية الملقاة على عاتقه عندما يذهب إلى هذه عملية الانتخاب أو يقبل بالتصويت لفاسدين مثبت الفساد عليهم؟ للأسف أخي الكريم، كثير من الناس لا يعطون أهمية لهذا الابتزاز الحقير من قبل هذه الأحزاب أو المرشحين للانتخابات، لأن المرشح الذي يستخدم هذا الأسلوب الرخيص هو يعلم أنه فاشل وأنه لا يمكن أن ينتخب من قبل الناس، فيلجأ إلى هذه الأساليب بالقدر الرخيص. ولكن ما لا يعرفه المواطن العراقي، ما لا يعرفه الناس، أن أصواتهم ومواقفهم ليست بالرخيصة مثل ما يتصورها السياسيون ويصورونها للناس، لأن الواجب الأخلاقي والواجب الوطني والواجب الشرعي وهو الأصل يحتم على الإنسان أن لا يشهد شهادة زور وينتخب هؤلاء الذين لا يحترمون الناخب ولا يحترمون حتى شيء اسمه العراق. ولذلك ما يقوم به الناخب في هذا الإطار وانتخاب أشخاص من أجل المال لاقي ملاليم، هو شهادة زور سيحاسب عليها أمام الله عز وجل وأمام الناس أيضا. هذا من جانب. من جانب آخر، الناخب يتصور أنه إذا أخذ 25,000 دينار أو 20 أو كرت الشحن أو بطانية لن يخسر شيء وهو المستفيد. لا أخي الكريم، الناخب عليه. دكتور اسمح لي عن إذنك خلينا قاطعك. عندما يقبل هؤلاء الناس المسحوقون المعدمون الذين لا يجدون قوت يومهم، لا يجدون ما يسترون به أنفسهم، ألا يكون لهم عذر بهذه الحالة في استغلال هذا في ظرفهم العصيب، عوزهم، فقرهم؟ سأتيك عليها. نعم، هم من أوصلهم إلى هذه الحالة؟ نعم. لذلك هم السياسيون، هم نعم. الذين انتخبوهم. يعني نعم. أنا أقول للمواطن العراقي، يا من تبيع صوتك بملاليم لا قيمة لها، ستدفع ثمن ذلك روحك أو روح أبنائك أو روح أقاربك. يعني هذا المرتش السياسي الرخيص الذي يبتز الناس ويرشيهم، اشترى حياتك أيها المواطن ب50,000 دينار، اشترى منك استمرار جهلك وتجهيل أولادك، اشترى صحتك وباع لك الأمراض والأوكه، اشترى أمنك وباع لك الفوضى. أنت تبيع صوتك بملاليم وهو يسرق منك ملايين الدولارات بعد أن يصعد إلى البرلمان أو الحكومة. هذا الذي تنتخبه أيها المواطن العراقي المظلوم اليوم هو الذي يضغط عليك حتى يبقيك بلا عمل، يبقي اقتصاد العراق منهار، يبقيك بلا ماء، بلا كهرباء، ولا صحة ولا تعليم. ورأينا حرق المستشفيات وحرق الناس في المستشفيات وهم على أسرة الشفاء من أجل أن تكون عملية شراء الأصوات، صوت المواطن وابتزاز المواطن سهل جداً، فهم يستمرون في أن يكون العراق على هذه الحالة. بالنتيجة هم هؤلاء الذين يرشون الناس ويبتزون الناس، هم يستمرون بالسرقة والفساد والإفساد. وأنا أحذر شعبنا الأصيل الواعي اللي أصبح يعرف كل ألاعيب السياسيين المجرمين الذين يصفون أنفسهم بالسياسيين. نعم. والحقيقة هم أسوأ الناس، ألا ينجروا إلى العملية الابتزازية الرخيصة الوضيعة التي تمارس عليهم. لذلك أنا أنصح إخوان العراقيين وأخوات العراقيات بأن يكونوا فاعلين في المشهد، وأن لا يكونوا أدوات تحرك هذه الأحزاب والسياسيين لخدمة مصالحهم الشخصية، وبالنتيجة ستنعكس على العراقيين وعلى الشخص نفسه هذا الذي
باع صوته ب20,000 دينار أو نعم. أو شحن، بأن المأساة ستستمر وستكون بيدك أنت مسؤول أمام الله وأمام الشعب العراقي، لأنك بعت صوتك وبعت موقفك بملاليم لا قيمة لك. أشكرك دكتور قحطان. في نفس النقطة، هذه القوى العملية السياسية لماذا تلجأ إلى أسلوب الرشا وتقديم أشياء رخيصة لا تليق المفروض بسمعة البلد وسمعة المجتمع للتصويت لناخبيها؟ أليس المفروض بهذه القوى السياسية وهي جزء المفروض من نظام ديمقراطي في العراق بين قوسين أن تقدم برامج انتخابية تقنع الرأي العام بجدواها، وأن هذه البرامج تستهدف أو تهدف إلى خدمة المجتمع وخدمة الدولة؟ أليس الأولى هكذا؟ هو المفروض أن تكون هكذا، ولكن لخصوصية العراق وخصوصية هذه الطغمة الحاكمة التي جاءت مع محتل، ارتهن وجودها في العراق بوجود احتلال أو بإرادات خارجية، أكثر من أنها برزت أو ظهرت أو تبلورت من خلال مواقف شخصية وطنية أو من حاجة وطنية. لا، هي أساساً أنشئت بإرادة خارجية. واحد، اثنين، أن حجتها التي كانت تختفي خلفها الارتباط بالإسلام والتظاهر بالتدين والعمل السليم كشفه التجربة، فهم أصبحوا الآن الدولة الفاسدة أو نظام السياسي الفاسد الأول في العالم، والعالم كله يعرف هؤلاء بين فاسد بين سارق بين قاتل بين عميل، وبالتالي ما عادت هذه البضاعة تسوق بمبادئ أو بكلام أو حتى ببرنامج، لذلك لجأوا إلى الصيغة الأخرى، صيغة الرشا. المشكلة أيضا كما قال زميلي قبل قليل، هو صحيح المبلغ قليل، ولكن وضعوا من الوضع العراقي المالي والمعيشي المتدني جعل المواطن عادي يستجدي المبلغ هذا وأقل منه. ولكن نعم، أنا أضم صوتي إلى صوت أستاذ العزيز ثامر إلى أن بيع صوتك بهذه الأموال البخسة هو مقتل لك قبل غيرك ومقتل لعائلتك أيها العراقي. إذن نحن نقتنع أن هذه الآلية هي أجبرت عليه هذه القوى، لأنها أفرغت ما في جعبتها ولم يكن لديها الآن ولم يبقى لديها أي صيغة لكي تقنع الآخر إلا بالرشا. ومع هذا أعتقد أنا شخصيا حتى الرشا بالعملية الانتخابية القادمة لن تسري ولن تأتي نفعا، طبعا باستثناء المرتبطون بالقوى الغاشمة والارتباط الخارجية، هذه بالتأكيد هم ديدنهم، ولكن المواطن العراقي أنا أعتقد حتى الرشا ما عادت تنفع، لأنه أدرك على أن التغيير هو الضرورة الأساسية. لذلك أنا أعول كثيرا على أي انتخابات قادمة، ليس بالضرورة في تشرين، ولكن في أي وقت آخر إن جرت المقاطعة ستكون كبيرة والتغيير كبيرا جدا والتأثير سيكون كبيرا، وهذا وذاك سيقتنع العالم أن العراقي فعلا هو دارك اللعبة وسائر باتجاه التغيير. طيب دكتور، ما دام أنت تتحدث عن قضية مقاطعة كبيرة، طبعا وفق مؤشرات ومعطيات بلا شك طبعا بيدك، وطبعا أيضا الآخرين يتحدثون، إذا لماذا هذا الصرف بالمليارات على دعايات انتخابية ما دام المراقبون وحتى شركاء العملية السياسية أو الكثير منهم على قناعة أن هناك مقاطعة كبيرة للانتخابات القادمة مهما روج ومهما قيل ومهما صنع من دعايات انتخابية؟ بالتأكيد لكي يثبتوا وجودهم أولا. اثنين، أنا رغم أن أنادي وأطالب وأدعو المواطن العراقي بمقاطعة الانتخابات، ولكن أنا مقتنع تماما أن العملية السياسية ورموزها هم قد كيفوا أنفسهم مع الحالتين، مع المقاطعة يكونون هم في الساحة وحدهم وجماعتهم، ومع المشارك الآخرين سيكون التزوير والقصر والإرغاب والترغيب سيد الموقف، بالحالتين يكسبون الحالة. ولكن المقاطعة تعني للمجتمع الدولي وللذات العراقية أن هذه المجموعة لم يساهم بإتيان بها العراقي المواطن، بل جاءت بإرادة التزوير أو إرادة المقاطعة أو إرادة القوى السياسية ذاتها. لذلك عندما خرج العراق منتفضاً
في ثورة تشرين المباركة لم يكن مدانا على أنه قد ساهم بالانتخابات الماضية، كانت المقاطعة سند إلى موقف الانتفاضة وموقف الثورة. إذن موقف الثورة هو إن استفاد من عنده المزور والفاسد في العملية السياسية، ولكن الاستفاد منه للشعب أكثر عندما يقتنع الشعب والعالم على أن الشعب رافض لهذه العملية السياسية، وبالتالي المشروعية تنتهي من هذه العملية السياسية وانكسبت شيئا من الشرعية. نعم دكتور ثامر، المفوضية الانتخابات أعلنت عن تسجيلها مئات من الأحزاب والتيارات السياسية الجديدة التي تنوي خوض غمار الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر تشرين القادم. السؤال من شقين، هل تعتقد أن وجود هذه التيارات والأحزاب يدل على وجود ديمقراطية حقيقية؟ الشق الثاني، هذه وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب والتيارات لماذا لم يغير إيجابيا في المشهد العام في العراق؟ لدينا مئات من الأحزاب والتيارات الجديدة كل 4 سنوات تسجل، لكن الوضع يسير من سيء إلى أسوأ حتى وصلنا إلى القاع. أخي الكريم، قطعا بلا شك أنه المفروض أنه عندما تكون هناك أحزاب سياسية مستقلة، المفروض أنها تكون مستقلة، كان المفروض أنه ستشير على أن هناك وجود عملية سياسية ديمقراطية، لكن في العراق الحقيقة هناك كتل متحكمة بالعملية السياسية، وهذه الكتل هي التي تخرج أحزاب سياسية، عشرات الأحزاب، وهي تعود بالنهاية إلى عدة كتل معدودة لا تتجاوز 6 كتل أو 7 هي التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق، ولن تأتي بجديد، ولا يمكن أن تشير هذه إلى عملية سياسية ديمقراطية. وعملية سياسية ديمقراطية ليس فقط بتعدد الأحزاب، هذا يعني شيء بسيط من العملية الديمقراطية. العملية الديمقراطية المفروض تبنى أول قضية، هل هؤلاء العملية السياسية هي جاءت لخدمة العراق أم هي جاءت لتنفيذ مشاريع دول، مشاريع أمريكا وإيران في العراق؟ هذا أول مفهوم يجب أن نضعه وأن نتدارسه، والشعب العراقي يعلم أن جميع من موجود في العملية السياسية هو إما إيراني الهوى أو أمريكي الهوى، وهم ينفذون مشاريع أمريكية وإيرانية في العراق. ولذلك فمستقبل العراق في حال استمرار النظام السياسي الموجود ستكون كبيرة، مأساة كبيرة جدا وفاتورتها باهظة جدا، بحيث ستعجز الأجيال اللاحقة عن القدرة على سداد معالجة آثار هذا الدمار الذي تنتجه العملية السياسية. ما نراه اليوم من الفساد المتفشي في كل مفاصل الدولة وانهيارها هو بسبب أنه عدم وجود العدالة. العدالة غائبة، أليست العدالة المفروض هي من ضمن النظام السياسي في العراق؟ ولا يجوز في النظام الديمقراطي، ولا يجوز في النظام الديمقراطي أن يسيس القضاء. الآن القضاء مسيس، الآن مفوضية الانتخابات مسيسة، كل شيء في العراق مسيس، وبالإضافة إلى أنه لا يمكن أن نسمي عملية ديمقراطية مبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية. كيف يمكن أن نسمي هذه عملية ديمقراطية؟ لا يوجد استقلالية، لا يوجد استقلال المؤسسات، لأن النظام الموجود في العراق هو نظام العصابات والتهديد بالقتل والاعتقال والتغييب، هو المسيطر على القرارات الحكومية وإدارة الدولة، بالإضافة إلى أن التدخل الخارجي هو من يضع الخطوط العريضة للتعامل مع العراقيين وسلب ثرواتهم. الاستمرار بالوضع الراهن لا يعني أن هناك وجود عملية ديمقراطية في العراق، وإنما يعني مزيد من التغول الإيراني في العراق، يعني أن التحكم المطلق لإيران في العراق، يعني أن يكون العراق محافظة من محافظات إيران، وهم صرحوا بذلك كثيرا. إذن استمرار الحال على ما هو عليه يعني أن يكون العراق ومستقبل العراقيين والأجيال القادمة هو الخضوع للسيطرة المطلقة للميليشيات، ويعني إنهاء العراق وحضارة العراق وتاريخ العراق بشكل كامل. أشكرك دكتور قحطان الخفاجي. أيضا هناك في الأيام الماضية
كان هناك حدث لافت وهو إعلان التيار الصدري والحزب الشيوعي اليوم أو يوم أمس أعلنا الانسحاب من السباق الانتخابي في شهر تشرين الثاني. هل تعتقد أنه هذا الانسحاب إذا فعلا طبعا تم، طبعا لماذا فعلا؟ لأن مفوضية الانتخابات أعلنت أنه باب طلبات الانسحاب قد أغلق تماما في شهر حزيران الماضي، كما أنه الآن لم تستلم، هكذا قالت المتحدثة باسم المفوضية، لم نستلم لحد الآن طلبا رسميا طبعا من التيار الصدري بالانسحاب من الانتخابات. سؤالي، هذه الانسحابات من العملية السياسية أو من العملية الانتخابية تعتقد أنه سيغير شيئا في المشهد السياسي في العراق، أم أنه الاشتراك من عدمه سواء؟ أنا أعتقد قد يؤثر كثيرا، خصوصا على المجموعة ذاتها التي تنتمي إلى مذهب الذي ينتمي إليه الصدر، وعودة احتمال أيضا احتمال قائم عودة الصدر إلى العملية السياسية، أنا واضع ضمن الاحتمالات الأكثر احتمالا. ولكن سؤالك محدد أن هل تؤثر؟ الجواب تؤثر بأي اتجاه؟ نعم. أولا حجم الصدر الشعبي أو القاعدة الجمهورية كبيرة، فإذا ما أضفنا حجم هذا المقاطعة إلى المقاطعة العامة العراقية فإن مستويات المشاركة ستكون متدنية جدا. الشيء الآخر، الخلافات التداعيات المقاطعة على السلبية على الأطراف التي سوف تشارك، هناك خلافات شخصية للمشاركة جراء دكتور عذرا للمقاطعة. في جزئية القاعدة الشعبية العريضة للتيار الصدري، هل تعتقد أن هذه القاعدة لا زالت كبيرة وكما هي، خاصة بعد الضربات التي تلقاها التيار الصدري على خلفية ما جرى في إحراق المستشفيات في ابن الخطيب ومستشفى الناصرية، وأنه وزارة الصحة طبعا هي من حصة التيار الصدري، وأيضا وزارة الكهرباء وما جرى من ضيم في العراق خلال الأيام القادمة وما زال مستمر طبعا في العراق، وطبعا في قضية كورونا في المستشفيات، تعتقد طبعا كان هناك نقمة واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي على هاتين الوزارتين اللتين تتبعان للتيار الصدري، وبالتالي جرف كثيرا مما يسمى بقاعدة الشعبية؟ أكيد أثر هذا سلبيا على كل القوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية بما فيها الصدر. نعم. ولكن أنا كمتابع أيضا أعتقد أن الصدر ما زال هو يملك قاعدة شعبية الأوسع بين أقرانه مقارنة بالحيث الكم العدد 2. طبيعة الانتماء والولاء الموجود لدى هؤلاء التابعين الصدر تجعلهم تابعين بدون تفكير إلى حد تقريبي، وبالتالي أعتقد أن هذه المجاميع ستؤثر في مستوى المشاركة، وبالتالي تؤثر على حجم المشاركة. والشيء الأهم من هذاك أن أين سيكون موقع الصدر في العملية السياسية عندما يكون خارج القبة البرلمانية؟ هل سيلجأ إلى القوة لغرض التغيير؟ هذه مشكلة كبرى على الصدر أن يفكر بها، وبالتالي أعتقد أن هناك أمرا موجودا في تفكير صدر أو من أو عزله بهذا التفكير، أن جانب من الآلية غير رسمية قد يستخدمها الصدر في عملية الضغط على العملية السياسية وحتى إفشالها إذا جاءت بأي صيغة. إذا نحن نقول دائما الأمر القادم سيكون في وضع مختلط ومرتبك، وبالتالي يجعلنا نؤكد على أن الانتخابات قد لا تقام، لأن حتى الذي يشارك يقتنع أن للصدر دورا معين بالاتجاه المضاد له، وبالتالي قد يتأثر على الوضع العام لهذه المجاميع ووجودها في العملية السياسية. في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في جدية الشعارات والوعود لشركاء العملية السياسية في حملاتهم الترويجية قبيل الانتخابات المبكرة التي من المقرر إجراؤها في شهر تشرين أول القادم، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفينا وهم كل من الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر سكايب. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.